بسم الله الرحمن الرحيم. الامتحان ده هو امتحان الوحدة السابعة من كتاب My New Friend، الكتاب الخاص بالمراجعة النهائية على الوحدات لسنة 2023. أول سؤال معانا بيقول لي she suffers from. suffer from يعني يعاني من. على فكرة أنت ممكن تقول my head started to suffer، بدأت رأسي تؤلمني. يعني كلمة suffer هنا بمعنى تؤلمني، وانتبه إن حرف الجر اللي بيجي مع suffer هو suffer from، مش زي ما كان جاي في الترجمة suffer with. طيب الحاجة التانية هو عايز يقول لك disability اللي هي الإعاقة، ودي اسم عكس الإعاقة القدرة، القدرة اللي هي capacity. حتى أنت بتقول القدرة الاستيعابية للموبايل ده، الكباسيتي بتاعت الموبايل ده. طيب الجملة اللي بعد كده fish is a significant part of their diet، السمك ده هو جزء أساسي في الوجبة بتاعتهم. طيب significant معناها أساسي أو مهم أو ضروري. طيب هو عايز إيه هنا؟ السينونيم الكلمة اللي بتساوي كلمة significant major ولا secondary ولا important ولا تريفيال. تريفيال دي معناها تافه ودي بره اللعبه. طيب كلمه امبورتنت يعني مهم او اساسي. طيب سكندري معناها ثانوي يعني فرعي. طب ميجور دي معناها اساسي برضو، فانت عندك اتنين، عندك امبورتنت وعندك ميجور. هنا الراجل غير موفق في وضع الاختيارات لان هما الاتنين صح، يعني كلمه امبورتنت صح وكلمه ميجور صح، هو عايز سينونيم. طيب وهو لو كان عايز عكس سيجنيفيكانت كنت خدنا تريفيال وخدنا سكندري. طب اور فوتبول ايه؟ has worked hard to inculcate a team spirit، عشان يعني ينشر روح الفريق into the players في اللاعبين. طيب مين اللي بيعمل بيبذل مجهود عشان اللاعبين وكده؟ اكيد الكوتش اللي هو رقم بي. لكن خد بالك في كلمه اسمها كاوتش كده اللي معناها الكنبه، اوعى تلخبط فيها. it was kind of them to not me like، ان هم يعاملوني كعضو من اعضاء الفريق to treat. طب ليه مش ديل يا مستر؟ المفروض كنا قلنا ديل with me عشان تنفع. وخد بالك ديل ويز بتساوي تريت لو معناهم يعامل، لكن لو معناهم يعالج تريت بس اللي صح. Great countries are forced are founded on the knot of freedom and justice for all. الدول العظمى مبنية على أساس على قيم الحرية وما اعرفش ايه كده. كليم يعني ادعاء، veins اللي هي الأوردة اللي في ايد الإنسان، يعني values valves دي مش valve مش values. اشطب لي تاني، الراجل هنا متأثر بأعضاء جسم الإنسان. طيب كلمة فالفز دي اللي هي صمام القلب يعني، وفاليوز اللي هي القيم، القيم. يبقى الدول العظمى بتبنى على أسس على قيم الحرية ومعرفش والعدالة. Not from around the world will be competing، هيتنافسوا، مين اللي هيتنافسوا؟ تعال نشوف. أثليتكس اللي هم الألعاب القوى، دي ألعاب القوى الألعاب نفسها. أثلت يعني لاعب رياضي، أثليتك معناها رياضي، دي صفة عايز أبعتها اسم. أثليتس اللي هم الرياضيون، اللاعبون الرياضيون، فأنت هتقول اللاعبين من دول العالم هيتنافسوا في المسابقة. طب ليه مش أثليت؟ أثليت لاعب من دول العالم. طيب أثليتك دي صفة بمعنى إنك تجيب بعدها اسم، زي مثلا تقول لي أثليتك كومبيتيشن، منافسة رياضية، أثليتك جيم، أثليتك ريس، بتساوي كلمة أثليتكس الأولانية. فأنت قلت لي هنا أثليتس الرياضيون هيتنافسون. رحاب إز نوت but that hasn't stopped her from working out. رحاب دي ايه؟ بس لا لم يمنعها من انها تشتغل وتجاهد. يعني is disabled يعني معاق، unable يعني غير قادر على حاجة معينة في موقف، لكن disabled يعني غير قادر، اللي هو عنده اعاقة. طيب اللي بعد كده رقم 8، diets are most effective، الرجيم بيكون فعال لما combined، ودي جملة جت في امتحان السنة الازهري قبل كده، لما نجمع بينه وبين exercise، وكانت اول جملة في الامتحان الازهري ده، مش فاكر سنة كام. Not Luxor before. Yes, I went there last winter. هو أنت رحت لوكسور قبل كده؟ يبقى have you visited. وعلى فكرة كان ممكن نسأله بطريقة تانية، نقول له have you been to Luxor before. He hasn't been able to play tennis. هو ما كانش قادر إنه يلعب تنس. He broke his leg. لأنه كسر رجله. لأنه يبقى since أو as أو because، واحدة من الثلاثة. أدي since. ما فكرتش خالص خالص في وين، مع ان المعنى هيبقى مستقيم بيها. طب تعالى نترجم كده، ممكن تقول لي هو ما كانش قادر يلعب تنس عندما كسر رجله، فوين مظبوطه. بس وين لو هنجيب بعدها ماضي زي ما انت جايب بروك كده، فلازم اللي قبلها برضه يكون ماضي، ما ينفعش نجيب مع وين ماضي ومضارع. طيب يو كانت ميت طاهر، مش هتعرف تقابل طاهر، كان دي مضارع، فتفكير حضرتك راح للمضارع بس، فاي حاجه ماضي تطلع بره. طيب انت مش هينفع تقابل طاهر لان هو راح معرض القاهرة الدولي للكتاب، يعني ذهب ولم يعد، يبقى has gone to. طب لو خدنا has been to معناها ذهب لمعرض القاهرة وعاد منه، فروح ادخل قبله. The secretary not four files so far. four files يعني مديني عدد، فأي حاجة مستمرة هنا هنقول لها اطلعي بره. يا ترى has revised ولا has been revised؟ has been revised ده مبني المجهول، رجع، وانت بتقول ان السكرتير راجع، يبقى has revised. he is exhausted يعني هو متعب جدا. he
all day، هو تعبان لانه بيشتغل طول اليوم، يبقى has been working. طيب بما انك انت جايب اثر ونتيجة، فالسبب دايما يكون مستمر والنتيجة تكون مضارع بسيط. هو كان شغال ومستمر في الشغل، ده سبب التعب اهو. ايه السبب، ايه النتيجة بقى؟ ان هو تعبان، يبقى is. وبطريقة تانية، بما ان دي مضارع فالناحية التانية برضو مضارع، فانت هتطلع had وهتطلع had، باقي معاك is working و has been working. بما ان حدث مستمر ولسه مستمر وليه اثر، يبقى has been working. I not skiing before، والله انا لم اذهب، لم اذهب للتزلج قبل ذلك، يبقى have never gone الاولى. طيب I am never gone، طبعا never دي من مضارع التام اصلا. have never been going معناها ان ده مضارع تام مستمر، وانت بتقولي انا قبل ذلك لم اذهب، يعني حدث اذهب، لم اذهب ما ذهبتش، يعني الموضوع انتهى. I my own car for 3 years now. بص انت قلت لي قبل كده في الامتحان في اسئله القاعده لما يكون في فور وناو، فانا بقول لنفسي ده مضارع تام مستمر، وضفت لك كلمه في الاخر كده، كلمه ايه؟ بشرط ان الحدث، ان الفعل ينفع يجي مستمر، فده مضارع تام هنخليه للاخر. هات بره اللعبه، وده ماضي بره، الاثنين دول برضو بره عشان هما الاثنين ماضي، فانت هتفكر في واحده من دول، من الاثنين دول. الاولانيه انك تقول لي هاف بين هافينج ولا هاف هاد، اكيد هاف هاد. طب ليه مش دي؟ عشان حضرتك عارف ان مضارع التام المستمر او المستمر ما يجيش مع كلمه يمتلك. طيب I have already not them have has، وبعدين بص participle، فهتقول لي phoned، انا بالفعل اتصلت بهم، يبقى I have already phoned them. Which of the following is، ايه من دول معمول لها ترقيم سليم؟ unfortunately المفروض بعدها ده ظرف جمله بعد كوما، فدي بره، وهنا مديني سيمي كولون بره، اللي فيها كوما دي واللي فيها كوما دي انا هفكر فيهم واتاكد ان هما الاثنين معمولين بالكابيتال. While she was going down هيل، المفروض ان في هنا كوما، ليه بقى؟ عشان انت متفق ان لو الجمله بدات، اي جمله بدات برابط زي كلمه وايل، فنكتب الجمله الاولانيه وبعدين كوما وبعدين الجمله الثانيه. هنا ما عملش كوما، فدي باظت عشان هو عامل نقطه، ودي باظت علشان هو عامل ما عملش كوما في النص، ودي باظت عشان السيمي كولون، يبقى الاجابه رقم دي اللي صح. طيب البريفكس بري ان بري سكول، كلمه بري او البريفكس بري يعني في بري سكول معناها بيفور، اي حاجه فيها بري يبقى بيفور. حتى انت لما تقول بري تيست يعني اختبار قبلي، بري هيستوري، هيستوري معناها ما قبل التاريخ. You will visit a lot of places of interest like the pyramids, sphinx, the Egyptian museum and the temples in Luxor and Aswan. This the writer is aiming at، الكاتب هدفه ايه هنا؟ talking about monuments، اتكلم عن اثر. inviting a friend to visit، ان هو يدعو صديقه للزياره. describing Luxor and Aswan، بيوصف لوكسور اسوان. ولا building a new pyramid، يعني هو بيهدف او عايز، يعني ان شاء الله ناوي كده خير ان هو يبني هرما جديدا. اكيد بيعزم او بيدعو الراجل ده ان هو يزور مصر، فبيقول له بقى انت هتزور كذا وكذا لما تيجي ان شاء الله بالسلامه. طيب الجزئيه اللي بعد كده القطعه. Have you ever wanted to help other people but thought you were too young؟ هل فكرت قبل ذلك في مساعده الاخرين لكنك فكرت انك او جال بخاطرك انك ما زلت شابا صغيرا؟ There are many opportunities for kids to do great things. هناك فرص عديدة للأطفال لكي يقوموا بأشياء كثيرة. Some of them may seem small. بعض الأشياء دي قد تبدو صغيرة. But they make the people being helped extremely happy. لكن الأشياء دي تجعل الناس اللي بيتم مساعدتهم سعداء جدا. One activity you can do is to make greeting cards for people. إنك تعمل كروت تهنئة أو تحية للناس. Who are in a retirement home. الناس اللي قاعدين في البيت متقاعدين، لما تعملوا كارت تهنئه كده فبفرح. Many of them can no longer leave their rooms. معظم الناس دول اصلا ما بيطلعوش بره بيتهم. They do not have the chance to talk to many people. ما عندهمش فرصه يكلموا ناس كتير. And often don't get much mail. وما عندهمش بريد اصلا، ما بيوصلهمش خطابات او بريد كتير. You can help brighten their day with a cheerful card. انت ممكن تعمل يعني تنور لهم او تضيء لهم يومهم عن طريق انك تعمل كارت كده مبهج ليهم. You might even be able to arrange for a visit with them. ممكن ترتب لزياره ليهم. You can read your card to them. ممكن تقرا لهم الكارت اللي انت عامله. They may even want you to make more so they can send them to friends. ده هم كمان ممكن يطلبوا منك تعمل لهم كروت علشان يبعتوها لاصدقائهم. You could also read your favorite book to them. ممكن تجيب كتاب من الكتب اللي انت بتحبها تقراها لهم. Or play a card game او تلعب معاهم كوتشينه. There are many activities that seniors would have to do with someone else. بيقول لك في اشياء كثيره ممكن يفعلها الاشخاص الصغار مع الناس الكبار والاخرين. Another group of people you can help is the children in hospital. مجموعه من الناس التانيين او مجموعه تانيه من الناس اللي ممكن تساعدهم هم الاطفال اللي في المستشفيات.
if you can sew or knit لو انت بتعرف تخيط يعني you can make a blanket ممكن تعمل لهم بطانية for them to snuggle علشان يسنجل snuggle اللي احنا مش عارفين معناها ايه بس تعالى نشوف كده هو جايبها بالاختيارات ايه بقول لك كلمة snuggle ممكن تكون بمعنى انت تعمل لهم بطانية علشان get the breast نوترهم اكتر ما هم متوترين ولا نخليهم comfortable ولا نخليهم يترقوا في الوظيفة في شغلهم ولا يلبسوها اكيد مش هيلبس بطانية يبقى اكيد كده الاجابة رقم بي من باب التخمين طيب زي if they don't have toys لو هم ما عندهمش دمى from home you can visit a hospital and play board games with the children there ممكن تلعب مع الاطفال دول في المستشفيات دي you might want to read picture books to the younger children ممكن تقرا كمان كتب مصوره للاطفال there are many things you can do في اشياء كثيره ممكن تعملها make someone's day make my day and تسعدني you don't عشان المصطلح ده خدناه في الثانيه ثانوي فهو مش محتاج ننزل تحت you don't need money or a lot of skills مش محتاج فلوس ومش محتاج مهارة عشان تسعد الناس دول you can make a big difference in person's life just by being willing to donate some of your time انت ممكن تحدث تغيرا في حياة الاخرين فقط عن طريق انك يكون عندك النية انك تشارك حياتهم وتسعدهم ايه من دول is not mentioned in the passage ايه من دول مش مذكور في النص تعال نشوف واحدة بواحدة كده اول واحدة playing cards قال لك انت ممكن تلعب كوتشينه مع الناس دي فعلا دي موجوده making blankets موجوده playing board games موجوده running races لا لان هو قال لك على فئتين الناس الاطفال اللي في المستشفيات وقال لك على الناس العواجيز فطبيعي مش هيذكرها وهو فعلا ما ذكرهاش a word or phrase that could mean brighten brighten يعني يضيء make طبعا darken يظلم لا make sad يخليه اكثر حزنا و make sick يخليه مريض make happier يبقى يجعله اسعد يبقى رقم سي The main idea of this passage الفكرة الأساسية للقطعة دي هي The American Red Cross wants you to help الصليب الأحمر ده محتاجك تساعده لا No matter how much you do you will never make a difference وأيا كان اللي هتعمله لن تحدث تغيرا ده قال لك انت بأشياء بسيطة ممكن تحدث تغيير في حياة الناس Kids are too young to help others الأطفال أو الكيدز يعني دول صغير جدا ما ينفعش ان هم يساعدوا ما هو تو صفته معناها انه جدا فما ينفعش ان هم يساعدوا الآخرين برضو غلط أكيد الإجابة دي kids can help many different people إن الأطفال بإمكانهم أن يساعدوا أناس آخرين كثر طيب 24 بقول لك which of the following of these could be another way kids could help out in the community إيه من دول ممكن يكون طريقة يعني أسلوب آخر لمساعدة الناس عن طريق الأطفال pick up litter from alongside the road إنك إن هم يشيلوا الزبالة من جانب الطريق أه فعلا do your regular chorus at home انك تقعد في بيتك وتغني ملهاش لازمة go on vacation انك تاخد اجازة انت كده ما ساعدتش حد steal candy تسرق الحلويات برضو ما ساعدتش حد انت كده خربت الدنيا يبقى كده فعلا رقم ايه اللي صح ما لهاش في القطعة ايوه بس هو بيسألك عن طريقة تانية مقترحة من الاربعة دول how can you help children in hospital ازاي ممكن تساعد الاطفال في المستشفيات تعال نشوف اول واحدة play board games with the children العب معهم العاب البورد الالعاب اللوحية واقرأ كتب مصورة أو الاثنين صح both A and B neither لا both A and B الاثنين صح الكلمة اللي تحتها خط make someone's day معناها help them to do their tasks انك تساعدهم في اداء مهامهم لا get them to different things انك تقدم لهم اشياء مختلفة ولا make them happy and pleased انك تجعلهم سعداء ما اصلا كلمة make my happy يعني اسعدني اسعد يومي طيب اللي بعد كده بري في مصطلح بري سكول معناها ما قبل المدرسة اللي هي معناها before قلنا You will visit a lot of places of interest like the pyramids السؤال ده مكرر ولا انا بتهيألي لا ده مكرر ده انا صورت الصفحة مرتين تمام احنا وصلنا لحد اخر حاجة كانت 26 قلناها تمام ده نفس القطعة 27 A good title for the passage is العنوان المناسب للقطعة هو The life of children حياة الأطفال helping mothers مساعدة الأمهات العارف اللي هو كان قال لك others كنا قلنا ماشي difficult help المساعدة الصعبة كل ده بره اللعبة أكيد opportunities for kids فرص للأطفال ممكن يعملوها عشان يساعدوا الأطفال الآخرين طيب القطعة التانية بقى واللطيفة التانية برضه يقول لك if there is one area in which both education and the media have a special responsibility بيقول لك لو في منطقة في العالم التعليم والميديا هما الاثنين ليهم مسؤوليه فيها يعني it is i believe our natural environment هي بالتاكيد بيئتنا الطبيعيه this responsibility has less to do with questions
of right or wrong than with the question of survival. الموضوع ده ملوش يعني بتعلق مش بس بالحاجة دي صح ولا غلط، لا دي الحاجة دي لها أثر في حياتنا. The natural world is our home. فالعالم الطبيعي هو موطننا. It's not necessarily sacred or holy. هو مش بالضرورة ان هو يكون سامي او مقدس. It is simply where we live. هو ببساطة المكان اللي احنا عايشين فيه. It is therefore in our interest to look after it. بقول لك ان هو لازم يكون في محك اهتمامنا ان احنا نهتم بيه. This is common sense. ده الادراك العام زي ما احنا عارفين. But only recently have the size of our population and the power of science and technology grown to the point that they have a direct impact on nature. بقول لك اليومين دول في تطور تكنولوجي وفي تعداد سكاني بيزداد، كل دول ليهم تأثير على الطبيعة. To put it another way، بطريقة أخرى يعني احنا نقول الكلام ده بطريقة تانية. Until now، لحد الآن Mother Earth الأم اللي هي الأرض has been able to tolerate to our sloppy house habits. ما زالت الأرض عندها قدرة إنها تتكيف مع أو تتسامح مع عاداتنا السلوبي. سلوبي تعال نشوف كده يعني إيه. تعالى. Tolerant متسامح، useful مفيد، careless اللي هي مهمل، ولا thorough اللي هو الشديد. أكيد بتتسامح مع أفعالنا المهملة، يبقى دي أكيد careless. However, the stage has now been reached where برغم من كده احنا وصلنا لمرحلة where we can no longer accept our behavior in silence. احنا نفسنا ما بقيناش متقبلين سلوكنا. The problems caused by environment disasters، المشاكل اللي بتحصل بسبب كوارث طبيعية، can be seen as a response to our irresponsible behavior. ممكن نعتقدها ان هي استجابة منها ورد منها على سلوكياتنا الغير مسؤولة. She is warning us that there are limits even to her tolerance. عايز تبين لنا ان في يا جدعان حدود حتى التسامح بتاعي، فربنا يهديكم كده وترجعوا لعقلكم عشان ما اخربهاش عليكم. It's time for all those living in the industrial developed nations to give serious thought to changing their lifestyle. حان الوقت للناس اللي عايشين في الدول الصناعية الكبرى ان هم يفكروا كده في تغيير نمط حياتهم عشان ما يخربوش الدنيا على نفسهم وعلينا. The fact that the population of the rest of the world has an equal right to improve their standard of living is in some ways very important. حقيقة انك انت تعمل حسابك ان في ناس تانية عايشة معك على الارض وان هم عايزين يعيشوا حياتهم باستقرار، ده مهم. There are a number of ways in which we can begin to consider our relationship with nature. في طرق مختلفة بتخلينا نفهم العلاقة مع الطبيعة. But all of which require an enormous effort. بس كل واحدة فيهم بتتطلب جهدا ضخما. Through a universal education curriculum، من خلال منهج تعليمي عالمي على مستوى العالم كله. It's possible to encourage people everywhere to consider themselves as part of the large picture. احنا ممكن نخلي على الناس كلها تفهم ان هم يا جدعان انتوا صورة من او انتوا جزء من الصورة الكلية اللي هو العالم يعني. By teaching people about the environment، ان احنا نعلم الناس عن البيئة والتطور والايكولوجي we can provide them with the tools for change. احنا ممكن نقدم لهم ادوات التغيير عن طريق ان احنا نفهمهم العلاقة بين البيئة والتطور والاحياء وكده يعني. In order to bring about necessary change، عشان نعمل التغير المطلوب. It's critical that people take action. الناس لازم تتصرف. Through education، من خلال التعليم. It is possible to galvanize people into forming new ideas. احنا ممكن يعني involve people يعني ايه، ندمج الناس دول او نخلي الناس ينخرطوا في تشكيل افكار جديده واراء جديده. of the world and to understand their place within it، وان هم يفهموا مكانهم وموضوعهم وازاي يحافظوا على المكان يعني من خلال هذه الدراسه. This would go a long way in encouraging change in how we view each other and our environment. بقول لك ده ممكن يكون ليه دور كبير في تشجيع الناس انها تغير تعمل تغيير عشان يحافظوا على البيئه. The changing attitudes are a primary component in achieving sustainable future. تغيير الآراء والاتجاهات والميول بتاعت الناس ده شيء مهم. One in which nature is allowed to run its course without human intervention. من بينهم ان احنا نسيب البيئة تمشي بشكل طبيعي كده دون تدخل البشر. In order for the earth to retain its balance، عشان الأرض تستعيد توازنها. It's important that we not overstep our points as a species. ان احنا ما نعديش حدودنا يعني، او لا نتعدى حدودنا كمخلوقات على الارض عادي جدا في غيرنا. قلنا سلوبتي خلاص. 29 بقول لك why
why are people obliged, ليه الناس مجبرين to look after the environment, the natural world, للاهتمام بالعالم الطبيعي. تعال نشوف for their survival لبقائهم, for their behavior عشان سلوكهم, ولا عشان سعادتهم, ولا عشان كوارثهم. اكيد الاولى, الناس لازم تهتم بالعالم او بالبيئه علشان بقائهم يكمل يعني. In order to reconsider our relationship with nature, عشان نعيد تفكير في علاقتنا مع الطبيعه. We need a local education. لا مش محتاج, هو قال لك universal education. We need to love ourselves more than nature, نحب نفسنا اكثر من الطبيعه, ما هو ده اللي خاربها. We need a universal sports competition, محتاجين مسابقه رياضيه عالميه, ما قالكش كده. We need to exert big efforts, محتاجين ان احنا نبذل جهودا مضنيه. طيب اللي بعد كده, how can people change their viewing the world around them, ازاي الناس ممكن تغير في وجهه نظرهم للمجتمع للعالم حولهم. By interfering with nature, ان هم يتدخلوا في الطبيعه, احنا قلنا ده اللي خربها ان هم بيتدخلوا في الطبيعه. By spoiling nature, ان هم يفسدوا البيئه حولهم, افسدوها يا باشا. من خلال ان احنا نزود عدد السكان, لا, من خلال التعليم, قال لك ان احنا نعمل منهج عالمي يدرسه الناس كلها فالناس كلها تفهم. What prevents nature from running its own course, ايه اللي بيمنع البيئه انها تتوقف عن, او الطبيعه تتوقف عن مسارها الطبيعي, تدخل الانسان. Mankind's activity, انشطه البشريه, المدارس والجامعات, evolution, التطور, ولا educational curriculums, المناهج التعليميه اللي خلت الطبيعه تتوقف عن نشاطها اللي ماشيه بيه عادي وتبدا تعمل كوارث وتبهدلنا, النشاط البشري. Mankind activities. طيب ادخل بعد كده على رقم 33. What does the writer mean by the underlined word common sense, يعني الكومن سنس ده مقصود بايه؟ تعال نشوف. اول واحده, judgment which is based on perception of commoners, not elites, commoners. يعني بقول لك ايه, الاحكام اللي المبنيه على اراء وتصورات الناس العاديين, مش الناس اللي بيفهموا يعني, ولا the sense that is felt by individual rather than الشعور اللي بيحصل للشخص الفرد مش للمجموعة, هو قال لك common الشائع, ولا sound and pardon judgment based on a simple perception of the situation. هي دي, وده تعريف مهم جدا عشان هو أصلا عندك في المنهج. بقول لك إن common sense ده هو القرار السليم أو الحكم السليم والصادق اللي بينشأ في موقف معين, which is necessary to help the earth retain balance, اللي مهم عشان يساعد البيئة أو الأرض إنها تستعيد توازنها. People should master the universe, الناس لابد إنها تقود العالم الكون, ما هو الناس قادوا الكون وبهدلوه. Humans should control everything, البشر يتحكموا في كل شيء, ده هو قال لك لازم يسيبوا الطبيعة تمشي لوحدها. People shouldn't overstep their bounds, آخر كلمتين قالهم الراجل في النص, إن الإنسان لابد ألا يتخطى حدوده, سيب نفسك كده واشتغل على قدك. What fact must developed countries realize, الحقيقة لازم العالم كله يدركها, هو قال لك فوق إن في ناس تانية عايشين معاهم. All people have equal rights, إن كل الناس عندهم حقوق متساوية, ولا إن هم أفضل من الآخرين, وإن هم لهم حقوق أكتر, ولا إن هم inferior to others, إن هم أكتر وأسوأ من يعني بيختلفوا عن الآخرين يعني. أكيد لأ, زي people, all people have equal rights, إن كل الناس لهم حقوق, زي ما هو قال في القطعة اللي فوق, القطعة دي سهلة ولطيفة. طب الترجمة, أول سؤال بقول لك إيه بقى سيدي, many people believe one, تمام, الجملة دي إجابتها رقم باء اللي صح, يعتقد الكثير من الناس أن أحد أعظم الاختراعات في كل العصور هو الإنترنت, الذي هو شبكة كمبيوتر عالمية توفر مجموعة متنوعة من المعلومات وخدمات الاتصال. بص معايا, هو هنا قال لك إيه, which is a worldwide يعني عالمي, هو هنا قال لك في الحتة دي نجيب له مختلف عشان نطلع الفويس, قال لك هنا واسعة. الجملة الثانية بقى, يعتقد كثير من الناس أن أحد أعظم اختراعات في كل العصور هو الإنترنت, الذي هو شبكة كمبيوتر واسعة برضو في العالم تؤسس, ما قالكش تؤسس, ده قالك توفر أو تقدم, يبقى دي بوزت. يعتقد الكثير من الناس أن أحد أعظم اختراعات في العالم في كل العصور هو الإنترنت, الذي هو شبكة كمبيوتر عالمية توفر مجموعة كبيرة من المعلومات والخدمات والاتصالات, وما قالش الخدمات والاتصالات والمعلومات, ما قالش ده, قالك a variety of information, المعلومات and communication services, وخدمات الاتصال, مش الخدمات والاتصالات. يبقى كده احنا اخترنا رقم باء. اللي بعد كده, اهتم الانسان منذ القدم, الاجابة الصح هنا رقم دي,
هنعمل الإجابة رقم دي نعلم عليها الأول كده، وبعدين نرجع نقول لك الغلط فين وليه. دي اللي صح، رقم دي. طيب تعال نشوف بقى كده واحدة بواحدة ونطلع البايس. أولا بقول لك بقول لك اهتم الإنسان منذ القدم، طبعا منذ القدم اللي هي فور أنتيكيتي، man has been interested in the cause of his presence on earth and how the universe appeared. So much beliefs دي اسم جمع، المفروض نقول many. حلو، فدي باظت، وهنا برضو دي باظت عشان قال ماتش، باقي معاك واحدة بس اللي باظت لسه ما طلعناهاش بايظة يعني. had interested in the cause of his presence on earth and how the universe appeared. So many beliefs emerged that led to hypothesis اللي هي الافتراض يعني about the exist يعني يوجد، المفروض تبقى existence. حتى هتلاقي في الجملة الأخيرة قال لك إيه about the existence، يبقى إحنا كده اخترنا دي بره، باظت، ما اخترنا الأخيرة الصح. سؤال القطع اللي طفاها، do you agree with Pip's decision not to see Joe again؟ why؟ هقول no. why؟ because Joe was always kind to him، لأ لأن جو كان دايما مهتم بيه. Do you think that Bib had a weak personality؟ هل تعتقد ان بيب عنده شخصية ضعيفة؟ انت هنا ممكن تقول yes و no. عموما هقول yes. طب why؟ because he changed his life in order to persuade Estella to love him. That يعني ان انت هتقول له ان هو غير حياته عشان يخلي Estella تحبه، دي طريقة. او انك تقول because he decided not to talk to Joe when Estella ordered him to do that. الحاجة التالتة ان ممكن تقولها yes because he always cried because of Estella، كان دايما بعيط بسبب Estella. كل دي اسباب. خلصنا الامتحان كده، احنا النهاردة كده نزلنا اتنين حصتين، حصة اللي هي كانت القواعد السبعة ومهارتها، والحصة دي امتحان السبعة ان شاء الله رب العالمين. زي ما اتفقنا انا هكثف العمل عشان قبل ما الشهر يخلص هيكون المحتوى نزل وزيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.